صباح الخير عليكم خوتي المغاربة. اليوم الاثنين 30 شتنبر 2019، من بعد البيان ديال الديوان الملكي اللي خبرنا البارح الصباح بأن صاحب الجلالة تعرض لوعكة صحية كنتمنى له الشفاء العاجل، ومن باب الفضول ديالي قلت أرى نشوفوا هاد السياسيين ديالنا اللي كيسيرونا اللي الخرجات البهلوانية ديالهم وما عرفت شنو، أرى نشوفوا حتى هما غير بروتوكوليا ولا ما عرفت شنو غير بروتوكوليا، واش البلدية واش هما كأشخاص منتخبون شي برلمانيين دايرين شي رساله ولا شي تدوينات كيطلبوا الشفاء ولا شي حاجه، الملوكي النواب ديالو الجهه البلديه حتى شي واحد ما دار شي حاجه، حتى حاجه ما كاينه، وهذه حشومه عليكم. اقل ما يمكن ديروا هي في قلوبنا كندعيو ليه بالشفاء، ولكن حتى بروتوكوليا واحد تدوينه صغيره، لان ملي كتكونوا كتبغيو تبندروا قدام شي مشروع كبير اللي فيه الجميله ولا فيه ما شي حاجه اللي لصالحكم، هما الاولين تصاورات وهما الاولين حاضرين، وهذه ما فيها بس ملك البلاد تعرض لوعكه صحيه، ما فيها غير يدعوا معاه زعما غير شي شويه ديال الاداب والصلاه على النبي. اما هذاك السيد من غير صاحب الجلاله واحد الانسان خلوق طيب اللي الدعوه خصها تجي من اعماق القلب، لان ما يقوم به لهذ البلاد كبير بزاف عاد، وما غادي يعرف هذا الشيء الا الناس اللي عاشروه، يعني اللي كيعرفوه وداك الشيء ديك الطيبوبه وداك الشيء اللي فيه. المهم دابا ندوزو لحوايج اخرى، غادي نمشي لتراس، حي تراس واحد الحي فيه بوجديك الناس واحد 465 عائله، يعني حوالي واحد 1000 ديال الاشخاص عايشين واحد الحاله مزريه. من بعد هذيك الدعوه اللي درت لصاحب الجلاله كاين الناس غادي يقول لك على صاحب الجلاله، كتعرفوا بان كاين الدستور ديال 2011 فوض المجالس المنتخبه واحد الصلاحيات كبيره بزاف عاد، وثانيا انا ديما كنقولها المنتخب بوحدو كيمكن ليه يدير صوتنا عليه، عن الدستور 2011 كاين ولكن بوحدو كيمكن ينوض لا في الجهه ولا يكون في مجلس اقليمي ولا مجلس البلدي ينوض ويحل المشاكل، وبركه من ديك كل خطره صاحب الجلاله يا صاحب الجلاله. انا براسي كنقولها لان ملي كنحصلوا ومني كتكون يدينا مكتفين كتقول يا ربي الملك يجي يشوف لنا الحال ديال هاد الناس، لانه هو اللي عنده الصلاحيات باش يطيرهم باش يجري عليهم باش يدير. ولكن الى امتى غنبقاو في هذه الوضعيه؟ هذه وضعيه شارده ديمقراطيا، هذاك الشيء علاش خصنا نشوفوا الحلول الانتخابات الجايه. المهم هذا الشيء غنعاود نتكلم فيه. دابا غادي نمشي لهذا الحي هذا وغتشوفوا الماساه في حي تراس في عماره زكان، 1000 شخص 465 عائله عايشين ظروف لا انسانيه وغير مقبوله في 2019، يكون عندنا بحال هذا الشيء في المغرب وما اكثرهم. سي الحفيظي رئيس الجهة عندنا في أكادير، شوفوا هاد الراية، عيب وعار كلكم المنتخبون البرلمانيون كلشي كيدوز هنايا هالمدخل ديال الجهة، والراية كيدايرة صاحب الجلالة كيتحنى ملي كيدوز قدامها، شحال من واحد مات شحال من واحد تيتم شحال الأراميل على هاد الراية هادي، وانتوما ما كاينينش في هاد العالم، ما فهمتش كيفاش كدوزو ما كتهزوش راه اضعف الايمان، وهو ملي تدوز مع الصباح تشوف ديك الرايه محشومه في طريق انزكان غادي، وهي تبان ليا هذا البانو هذا عجبني بزاف عاد، الغابه الحضاريه وتسوس المندوبيه الساميه، شحال زوين مهيئه لحسن استقبالكم. دونك غنمشي نشوف هذه الغابه هذه في طريق انيت ونشوفوا كي داير هذه التهيئه. انا جيت لهذه الغابه هذه رائعه زوينه، شوفوا معايا دابا واحد القضيه، الجانب اليسر ديال الجماعه ديال انزكان، الجانب اليمن ديال الغابه الجماعه ديال اكادير، غادي تشوفوا معايا واحد القضيه، شوفوا الجماعه ديال انزكان الزبولات مجموعين في الخناشي، يعني العمال ديال النظافه دازوا الصباح وكل شيء، وهذه الغابه كلها نقيه، هما جوج جماعات وحده مقابله مع وحده، كلشي نقي، وتقول شي خنشه وتقول شي حاجه واش كاينه، يعني العمال كانوا هنا داروا خدمتهم، هذه 8:30 ديال الصباح بالضبط. ودابا انا داخل الجهه الاخرى ديال الغابه الجماعه ديال اكادير، يمكن ما عمر شي عامل نظافه داز هنايا، الزبولات كلشي الدنيا مكرفصه، ودابا هادو جوج جماعات واحد الغابة وحدة مقابلة مع وحدة،
في كاين الخلل دابا. انا في عماله انزكان حي تراست، كتعرفوا هذا الحي فيه الاف ديال الساكنه والمنازل كله عشوائي. من بعد 2011 خلاو الناس بنات هنايا ومن بعد حصلوا ودابا كيحاولوا، داك ملي كنقول العشوائي العشوائي لا بريكاريتي، ومن بعد ولاو كيحاولوا يسويوا الوضعيه، يديروا الواد الحار، يديروا يدخلوا الضوء، يقادوا الامور. ولكن كتشوفوا الجهه اليسرى هنا، هذا حي بوجديك، شوف الناس معلقين الرايات، كتشوفوا معايا هاد الديور كلهم اللي دايرين الرايات. هنا كاينه حوالي 465 عائله اللي عايشين هنايا جنب واد سوس، ما عندهمش الضو، ما عندهمش الماء، ما عندهمش الواد الحار، ما عندهمش الحق في شهاده السكنه، ما عندهمش الحق، المهم حتى حاجه تقول ماشي مغاربه هاد الناس هادو، ما عندهم حتى شي حق والو. هنا قالوا لهم خصكم تحيدوا، علاش كيفاش اشنو غيديروا فين غيمشيو، ولكن راه عايشين واحد العيشه. اش غادي نقول لكم، غادي نشوف شي واحد في السكينه وغادي يعاود لنا هاد المأساة اللي عايشين هاد 465 عائله هنايا. عبد الرزاق صباح الخير. صباح الخير، صباح النور اسي. كي دايرين مع هاد الحراره اللي كاينه اليوم؟ مرحبا، اللهم ولي الحمد. قول لي اخويا، انت من السكينه ديال هنا، عندك شي وليدات؟ اي سيدي، عندي بنيه. هاد البنيه شحال في عمرها؟ هاد البنيه عندها سيدي 3 سنين دابا، قل عندها قول عامين و 8 شهور. ما عندكم لا ضو لا ما لا ما لا وثائق لا لا كارت لا سونال لا حاله مدنيه، يعني حتى حاجه ما كاينه، حتى حاجه ما كاينه، لا ما لا ضو. واد الحار طواليت والو، لا واد الحار لا ما لا ضو. قول لي ملي كتبغي تصاوب لاكارت ناسيونال، شي واحد هنا يصاوب لاكارت ناسيونال عنده الباك عنده؟ ما كاينش مع من تهضر، لا ما كاينش مع من تهضر، قال لك هنا ممنوع الشهادات، ممنوع الشواهد الاداريه كاع، لا لاكارت ناسيونال لا حاله مدنيه لا والو. هادو هو القضيه ديال دوك في قطر، كاينين شي قبائل ساكنين عايشين مع عشرات السنين ومسمينهم بدون، انتوما هما بدون ديالنا حنايا. حنا ما عرفناش روسنا واش مغاربه واش لاجئين واش ما عرفناش، ما بقيناش. لا مغاربه، ولكن كاين مشكل، كاين شي مشكل، شي خلل في شي بلاصه. هذا المشكل يعني حتى السلطات اللي كتواجههم كيقولوا لك اودي ما كاينش شهادات السكنه، ما كاينش الوثائق، ما كاينش ما كاينش ما كاينش. عندكم مضايقات؟ مضايقات بزاف، الماء ما كاينه، هما كانوا كيسيفطوا لنا الكاميو ديال الماء من العيد الكبير ما بقاش كيجي، راه الظروف تتشوفوا يدوروا تيشوفوا بعينيهم وكيدوروا. اجيو الظروف، الظروف الصحيه واش ما كاينش الامراض؟ ما كاينش الامراض، الواد الحار ما كاينش، كاين البرغوت، كاين الكراد، كاين يعني معنى الجراثيم معنى الكلمه، مصيبات كل شيء، يعني جميع الامراض شتى امراض. حنا دابا في 2019 مدينه اكادير ولا مدينه زكان عندنا هذه المصيبه هذه، يعني المصائب العظمى، يعني ما داكشي لا يرثى لي. وش كيشوفوا اجيو الشباب، الشباب بحال دابا شي واحد عنده 12 عام 14 عام 15 عام عايش في واحد الدار ما فيها لا ضو لا ما لا والو، وكيمشي كيشوف صحابو عندهم الانترنت عندهم التلفزيون. يعني الدراري اللي كيقراو، الدراري اللي كيقراو هنايا حتى المدرسه دابا الا كدير الدراري كتبغي تدخلو في المدرسه كيقولوا لك جيب لي التصاور ديالو، جيب لي الفوتوكوبي ديال لاكارت. الناس انا محروجه، الساكنه اغلبيه محروجه بلا كارت ناسيونال، كاين اللي ما عندوش شهادات السكنه ما بغاوش يعطيوها ليه باش يدخل ولدو يقرا ولا بنته على الرود. دابا حاليا نيل الحشومه، دابا انا اللي كنهضر معاك بنتي بغيت نديوها للراو طلبوا لي الوراق، وملي كنمشيو للسلطه كيبداو كيعطيونا في الترقيعات. قول لي رئيس المجلس البلدي واش مشيتو عندهم ولا لا؟ مشينا عنده، ايوه. مشات الساكنه كامله ومشات الناس كامله. واش كيقول؟ مشينا عنده قال لك اسيدي الحل اللي كاين بان راه العمران غادا تعطيكم بقعات، وملي قالوا ليه الناس عطينا قال لك اودي راه ما كاينش الحل، باقي ما لقيناش الحل، تنحسبوا سيروا نتوما روسكم. واش هاد الاراضي الشاسعه كلها وما كاينش الحل؟ ما كاينش الحل، قال لك الحل اللي كاين هو حتى العين تيشوفوا العمران غادا دير واحد واحد الحل، غادا تشوف الساكنه حسبوا الساكنه وندير لكم، هو هادشي كان ما كاين منه والو. حنا كندويو على حلول الغدا في الصباح وما كيدويو على الدراسات. الناس باغيين هنا، الناس مع الناس باغيين هنا، باغيين لاكارطات، باغيين المحلات ديالهم، باغيين الضو، باغيين الماء. وما كيقسوا فينا بواحد الطريقه اللي هي ما معروفاش، ما عارفها حتى واحد. الله يصاوب لك. يعني الاقصاء، كانوا معنا الناس عطاوهم الماء عطاوهم الضوء، كانوا معنا عطيناهم لاكارطا درنا معاهم الجمعيه، هادو اللي في الجهه الاخرى جرينا معاهم تستافدوا بنا، لاحونا بالسلطه هما عطاوهم وحنا قصونا. شحال هادي وانتم بهاد الوضعيه؟ 2011 دابا 8 سنين وانتم هكا عايشين في 2011. والساكنه الناس اللي كيهضروا معاك الساكنه كاين اللي من ورانا جا وشد الوثائق ديالو وسكن وشد الماء والضوء في الجهه الاخرى، في الجهه الاخرى
دابا الطريق بيناتكم احنا قصونا احنا من 2011 كاين اللي من قبل 2011 كاين اللي هنا من 2000 كاين اللي ضارب 24 عام هنا ماشي عام 2011 2011 يلاه بدات البني وكاين الناس دابا كاين هنايا اللي 30 عام هما ساكنين 30 عام كاينين الناس بغيتي نعطيهم لك راه عندهم الوراق ديالهم ديال الملكيه وعندهم وثائق ديالهم صحاح الله يصاوب اخويا الله يصاوب الناس لا وما باغيش يعطيهم شهاده السكنه وما باغيش يعطيونا شهاده ما كاع الشواهد كلهم وهذا نداء للسيد العامل والسيد العامل كلشي كلشي رئيس مجلس البلدي هاد الناس يشوفوا من هاد الحال هاد الناس راه مضرورين شو ما باش يكونوا عندنا ساكنه الناس راه ساكنه الناس راه مقهوره واغلبيه على الماء من الماء اللي كانوا كيعطيوه لينا وقلعوه لينا قلعوه